عشان انا عامله لك مفاجاه. خير، مفاجاه ايه؟ اللايف اللي انا عملته عمل فيوز كتير قوي وناس كتير قوي شافته، فجالي مكالمه من بيزنس وومن مهمه جدا عجبها فكره العربيه وحابه تشاركنا ونفتح كذا فرع. كويس، خبر حلو جدا، هو يفرح. ايه يا سونس، هو انت مش مبسوط ليه على فكره؟ ده عرض حلو قوي. لا 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 والله العظيم انا عارف انه حلو، انا بس انا ما بحبش حد يشاركنا. لم طيب هخلع عنه. خليك يا عم، احنا شويه قايمين يعني مش مطولين. لا انا عندي فرصه مش عايز افوتها، امي واخواتي بيقروا الفتحة لابويا في البلد، فريح لي ساعتين قبل ما يجوا. ماشي، انا هنقع معاهم. صحيح كنت كلمتني. يا لولو، مش عايز حاجه؟ سلام عليكم. مع السلامه. باي يا حسين. انت متضايق عشان انا عملت فيديوهات للعربيات؟ لا والله العظيم ابدا يا لما، انا بحب كل حاجه بتعمليها وبحب وقفتك جنبي. انا بس حوار الشراكه ده ما بيجيش معايا بصراحه. هتيجي بقى ست تشاركني وتقول لي اعمل ايه في العربيه وما اعملش ايه؟ النوش ده كله مش سكتي. لا يا حبيبي، مش نوش ولا حاجه. ليه بنسبق الاحداث؟ عادي، احنا هنقابلها، هتقعد معاها، لقيت نفسك مطمن لكلامها هنشاركها. ماشي، يلا خد كلمها. امسك. خلاص، هستناكم في المكتب الساعه 4.